الجمعيات كذلك الصحفيين وكذلك سبب حومة تي في وجمعية الشركة على رأسهم جمعية أيسيد اللي حاضرة معنا وكذلك هي شريك في هذه الأمسية اللي كنتمنوا أنها تكون ناجحة. هذا الحدث هذا كيجعلنا كنفتخروا بالدينامية الدينامية في نفس الوقت كتلقي على العاطفة ديالنا مسؤولية أكثر. داء الفتى كان يودي بحياة مجموعة من الناس ونعتبر على أن هذا اليوم الذي يصادف شهر ديسمبر من كل سنة هو واحد. اليوم احنا في اطار تخليد الذكرى السنويه لمحاربه داء السيدة واليوم العالمي لمكافحه داء السيدة واللي كننظموه كل سنه باعتبارنا جمعيه تشتغل مع فئه تعتبر من الفئات الاكثر عرضه للاصابه بالسيدة وباقي الامراض الفيروسيه. كذلك احنا كنشتغلوا مع شباب في المؤسسات التعليميه واللي هما منخرطين في الانشطه ديال واحد المجموعه ديال الجمعيات، وهذه السنه اشتغلنا مع مجموعه شباب مشروع حومة تي في اللي موجود في جمعيه لايسيد واللي ساهموا معنا في انجاز واحد فيلم قصير حول موضوع داء فقدان المناعه المكتسب السيدة وكذلك الامراض المنقوله جنسيا وواحد الوسيله توعويه من اجل تعزيز الوقايه لدى الشباب. وكيف ما شفتوا معنا يعني دابا دوزنا واحد فيلم قصير يعني بينا فيه بزاف الحوايج من بنادم خصوصا اللي التقدم ديالي يعني ما قربش بزاف الادمان و يعني كما كتعرف دابا حنايا العلاقات الجنسيات وبزاف د الحوايج كنقولوا بنادم يتفادى يعني هادشي هذا ولتالا قلت من شي حاجه الوقايه ضروري. سبب جمعيه حسنونه الجمعيه اللي سهرت اليوم على تنظيم هذا اللقاء حصا شعار اللي ننهي السيده واللي ننهي المساواه، الهدف منا هو تخليد ذكرى اليوم العالمي لمحاربه داء السيده، ولكن حاولنا ما امكن اننا نستغلوا هذا التطور التكنولوجي والرقمنه اللي كاينه من خلال واحد فيلم قصير ليوصل صوتا وصوره، ولكن نستعملوا سبب. علاش؟ لان سبب يقدر يوصل ميساج اقوى من سبب الاخر، وخاص التقنيات كانت بسيطه جدا ولكن المغزى والميساج كان قوي، ميساج من سبب لسبب باش نكسروا الطابو ديال هاد مرض السيده. وحنا في المغرب كنرفعوا شعار ديال خصنا نوصلوا زيرو مصاب في 2030، ولكن واقع الحال هو انه كاين انتصار كبير في صفوف شباب وفي صفوف كذلك مصاعات المخدرات. بهذا الميساج هذا وبهذا الرسائل ممكن اننا نوصلوها، خصوصا انه اليوم اللي فرحني بزاف ان القاعه كانت ممتلئه وكل اسد بالفيلم هو النوعيه ديال الحضور، ان الاسر رفقت الابناء ديالها اللي شاركت في الحفل. سبب كذلك حاسب كسرى يساند الاصدقاء ديالو جمعيه المجتمع المدني وسالفاعل السياسي كان حاضرين معنا، وبالتالي هكا باش نقدروا نوصلوا ميساج عبر الرجال والنساء الاعلام اللي حضروا معنا بكسرى. كنشكروا كل واحد على حده ونختم الكلمه ديالي انه جمعيه حسنونه مع وقفت هنا وعاش نظم بالضبط في فبراير 2024 مسابقه فائدة جمعية المجتمع المدني، يكون الموضوع هو أفلام قصيرة حول داء السيدة، وكنظن هذا مجهود إضافي نضاف على العاشق ديالنا. وشكرا مرة أخرى رجال الإعلام، لولاهم ما كناش نقدروا نوصلوا لهذا النجاح. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.